عنوان للجمال والمنظر المدهش، هكذا بدت الشوارع والحدائق والأماكن العامة التي زينت بأشجار الجاكراندا اللاتينية، وهي أشجار تعد بين الأجمل على مستوى العالم بتنسيقها المريح ورائحتها الزكية التي ميزتها بطابع خاص وشكل يشبه الحمائم المجتمعة في مظهر فريد من نوعه. الأشجار بصراحة أنا موجود في الحديقة من الظهر لحد الآن، مستمتع بهذه الأماكن الجميلة كما تلاحظون، يعني الأشجار جمالها بصراحة شجرة أضافت لمدينة أبها جمال، وبهذا اللون الجميل زادت من بهاء أبها. هذه الشجرة مناسبة للبيئة العربية وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة كونها تنتشر غالباً في المناطق الاستوائية في أرجاء العالم، ويطالب أهالي مدينة أبها بالاهتمام بها وتكثيف زراعتها والاستفادة من ظلالها وبهاء روعتها. دليل تساقط الأشجار في فصل الربيع، دليل قرب فصل الصيف. نتمنى من الجهات المختصة في زراعة مثل هذه الأشجار ذات الألوان الجميلة والخلابة لتعطي جمالية لمنطقة أبها. وتنمو هذه الشجرة بشكل سريع، حيث أن ارتفاعها قد يصل إلى 3 أمتار في أقل من عام، كما أن فترة إزهارها لا تتعدى 8 أسابيع. هكذا تزين هذه الألوان مدينة أبها، فالأشجار الخضراء وزهور الجاكراندا البنفسجية التي تتشح بالجمال الأخاذ الجالب للبهجة في فصل الربيع، ما أن تتساقط أوراقها تعلن أن فصل الصيف في مدينة أبها قد حان. من مدينة أبها نايف الأحمري، العربية.